هنوديل العجمي، اسعار اللحمه المستورده دي بكام؟ 240. ده شمبري ب 240 جنيه بعد 260 جنيه. تمام. دي تخيل ضاني ب 260. 260 رول ضاني ديت اهي 260. ضاني ب 260 اه. تمام. ده ضاني، تخيل ضاني ب 260. ماشي. والكبده ب 130. اسعار دي عروض، احنا عاملين عروض النهارده. لحد العيد كده. محلات جزارة بونتين عاملين عروض. تمام. جزارة بونتين هنا يا جماعة ما تنساش الاسم في سوق الهانوفيل. سوق الهانوفيل تالت محل جوه. وش شارع البوسطة. 130 كبدة أمريكي، صدق عادي ب 120 بعد 130، مفروم عادي ب 120 بعد 130، مكعبات ب 230، مكعبات خلاطة. موزة برازيلي ب 230 جنيه. موزة فرخة. ثانية واحدة دي موزة ب 230 جنيه. ده 270 جنيه. ب 270 دي الموزه البرازيلي. الموزه البرازيلي. اه. 230 دي المكعبات. عارفه يا دكتور. انا عارفه. عرق اللسان. عرق الصوابع اللسان ب 240 جنيه. اه مفروم مخصوص ب 240 ب 140، المفروم المخصوص ب 140 والصدوق المخصوص ب 140 وبرجر وكفته عندنا النهارده ب 120 جنيه. الحاجه برده فاكر استلدها على اساس كل سنه وانتم كل عامله ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. طيبين. هنا اهو يا جماعه اهو بروشين اهو. اهو بروشين انا اتصورت بالعرض. تصور اسم المحل. عايز تطلع؟ اقول لك على حاجه كمان؟ هقول لك العادة اللي عروض عليها اسعار كمان تانية. عليها عروض تانية الشخيط الشمبان. الضاني ايوه. عليها عروض تانية. طب يلا الله اعلم بقى اللي يجي بقى ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. ايوه صح الكلام. كل سنة طيبين. بكام اللحمة لو سمحت؟ بكام الرومي؟ نعم؟ ايوه. لا لا مش لايف. بيبدا رومي من 160 ل 180. الرومي؟ رومي ابيض. اه. رومي ابيض. بسم الله ما شاء الله عامل زي الاحمر. 160؟ 160 160 و 180. 180 ورك وست. 160 مشكل على بعض. تمام. في وراك عامله 105. الوراك؟ على عرض ب 98. الوراك ب 105؟ 105. والفراخ؟ الفراخ 98. 98 اللي هي الفراخ البيضاء. في الساسو عامل 128. والصدور بكام؟ الصدور البنيه عامله عليها عرض 225 ولا 240. طيب والكبده الكبد والقوانص عامله 110. 110. في بط وفي كبد. الكبد والقوانص مع بعض. طيب الكبده بس بكام؟ الكبده لوحدها عامله 130 بدل 140. والقوانص لوحدها؟ القوانص لوحدها عامله 90. هات ميه هنا وتعمل. والجنيحه؟ والجنيحه ب 75 والهياكل 75. جنيحه ب 75. جنيحه اللي هي من غير رقبه وزور؟ ايوه 75. والهياكل بقى؟ الهياكل ب 45. 45. شكرا كل سنه وانتم طيبين. شكرا. قول لي بقى. بس انت بقى منين؟ انا واحد مش عايزين منك حاجه الواد ده. طيور الجنه. ايوه. تمام هنا في سوق الهانوفيل. على فكره مش زهره، تعالي مكاني مش زهره. تمام انا هجيبها. ايوه بتشتري مننا من فتره واسعارنا خلاص وحاجاتنا. ماشي هنا اهوت يا جماعه في سور الجنه هناك سوق الهانوفيل. الاسعار اللي احنا شفناها دي سور الجنه سوق الهانوفيل. لا والله انا عامله خلي بالك يعني انا اكتر من 20 سنه بتعامل معاها في العيش. ماشي. لا لا مش واجي اهو. اكتر من 20 سنه بجيب منه صراحه اخلاق واحترام وامانه في الشغل، يعني احلى حاجه تاخديها منه. كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه انا شايفه كمان ما شاء الله يعني ما فيش ميه. بصوا يا جماعه لان في ناس كتير بتعمل حاجه في ميه. الميه بتتصفى. بصوا ايوه. لا اصل في ناس بتنفخ الحاجه. بصوا البني ناشف يا جماعه. 240 و250 يعني ان شاء الله هنا في امانه اهو. شكرا كل سنه وانتم طيبين. طيبه. شكرا. تعالوا نرجع شايفين كل سنه حضراتكم طيبين. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن اعرف اسعار السمك؟ حاجه 70 جنيه.
50 الكبير ده ب 70 50 بص يا جماهير ما شاء الله الكبير ده 70 جنيه اكبر 70 والبوري ب 80 بص يا جماعه البوري ب 80 75 واللي هو شو البياض ده ب 60 بكم؟ ده ب 60 وده ب 80 والكبير ده ب 80 كمان اهو هنا يا جماعه احنا في سوق الهنزيل بالعجل والصغير ده البولش الصغير ده ب 50 ده ب 25 ب 30 ده بكام الكبير ده هو؟ ب 60 والصغير خالص شوي 25 30 25 30 والصاحي ده زي ما قلنا لحضراتكم ده 70 والقراميط دي كام؟ القراميط اللي هي كبيره ب 40 والصغيره ب 30 هنا يا جماعه سوق الهانوفير كل سنه وانتم طيبين نعم بقى ايه بص نشوفوا ايه ادي الخضار البصل بالستة والبطاطس ب 15 و 12 والملوخية ب 5 والطماطم ب 4 ما شاء الله يعني الأسعار حلوة ايه بدأت تنزل الحاجات السلام عليكم كل سنة وأنت طيب بصور السوق حلو يا عبد الرئيس حلو نزلت العيد كل سنه وانت طيب طيبين سوال الحاجه بتدل تمام طب بكام الاسعار عندك هنا؟ الاسعار دي ب 65 نعم 65 واحد ب 65 اللي هو الطقم اللي هو ده تمام بس يا جماعه شوفوا السواق هنا هو كل حاجه عينه غشه واللي هي الجريب اللي ورا دي 110 110 اي حاجه كلهم سعر واحد بصوا طب القطم اللي هي الجل الداخليه دي الجل الداخليه القميص 120 الداخلي الرجالي ايوه 140 عثمان 140 عثمان اي مقاس اللي هي كبار يعني تمام البوكسر 25 شكرا كل سنه وانت طيب السلام عليكم واجي يا جماعه الفاصوليا الخضراء ب 20 ده الربع ب 5 تمام والباميه بكام تركي؟ الكيلو ب 40 والملوخيه ب 5 جنيه والباذنجان بتاع التمليح ب 12 كم بالليمون ده؟ التفاح ب 20 والمانجا زي ما حضراتكم شايفين ب 40 35 يعني هل كل سنه وانتم طيبين بصوا كل سنه وحضراتكم طيبين عايزين بقى بصوا تعالوا نشوفوا اللحمه هنا سوق الهانوفيل بكام ان شاء الله يا جماعه هو سوق الهانوفيل بالعجمي هنشوف الاسعار بتاعت اللي هي لحمه الراس بكام 170 ايوه والكبده بكام 300 300 بلدي تمام واللي هي راس الخروف كام 120 والضاني بكام 350 ضاني تمام وال راس هي والكرشه بكام 100 170 شكرا والكوارع بكام؟ 200 لحد 350 زي ما حضراتكم شايفين كل سنه وحضراتكم طيبين صواريخ خيار السنه 25 جنيه صواريخ لا مش هسوي فيه خيار ليه 25 جنيه الخيار والله 25 جنيه ده حتى يعني زياده يعني بس انا شايفه الخضار كله ما شاء الله اسعاره معقوله يعني شويه مناسب لان احنا عشان العيد اللي عايز يا جماعه ياخد الطماطم سعرها نزل شويه 5 جنيه ب 5 على حساب المعلم طه
معلم طه ودي المعلم معلم طه. بس البامية غالية بكام النهاردة؟ البامية كام؟ 80. الخضار على فكرة يا جماعة أحسن كان ثالث حاجة والنهاردة حاجة. والفاصوليا الخضراء بكام؟ 16. والملوخية 6.5. يا جماعه هو في سوق الهانوفيل بالعجمي اسكندريه. اسعار الخضار زي ما حضراتكم شايفين، البصل 6.5، والباميه اللي هي الليكا ربع 8. ايه فلفل ربع 3. هي والله ايه يعني مش لو حد بيحبها كبيره شويه. والفلفل كام؟ ربع 3. ربع 3 تمام. والملوخية كيلو ونص ب 10. كيلو ونص ب 10 ب 6.5. الملوخية الثوم كيسة ب 10 وكيسة ب 5. الكيسة بكام بقى؟ ام 10 فيها قد ايه يعني؟ عمي وعم عيالي بكامل؟ اللي هي الكيسة دي يا جماعة ب 10 جنيه ثوم. اه ثوم كيلو ثوم يعني هو كيلو ب 80. كيلو ب 100 عاملينه، هو 25 احنا عاملين ب 10 عشان تيجي. طيب تمام، يعني هو الكيلو يا جماعه هنا هو وعامل بخمسه برضه، وهنا عامل بخمسه. ماشي كل سنه وحضرتك طيب. طيبه عامله بعد كده شايفين والشباشب. السلام عليكم، اطلعوا معايا اطلعوا معايا. السلام عليكم.